شاهدي يا كرام، هذا هو الطاجين ديالنا ديال اللوبيا خضراء طيبه بهذيك لاستيوس. جربوها وقولوا لي في لي كومونتير الله يعطيكم الرضا. هاد اللوبيا راه كتجي رائعه بهاد لاستيوس اللي وريتكم، مطيشه ثوم المعدنوس وبزار. حتى كيديروا اللوبيا ديروا مطيشه مقطعه دواور والثوم المعدنوس يكون بزاف شويه ديال الثوم المعدنوس زايد، وديروا البصل من الفوق. هذا الطواجين ديالنا راه رائع، المذاق ديالو واعر. وهذه الشنيضه بالخضيره وشوي ديال التفاح افوكا وشوي ديال الفرماج بصيله. هذه لاصوص ديالها، لاصوص دانون ناتور وشوي الجبن فرماج بلون وزويته والحامض الملحة. ان شاء الله تجربوا هذا الغداء وانتم فرحانين بخير وعلى خير بالصحه والهنا وما تمنيتوا ان شاء الله يا رب العالمين. السلام عليكم مشاهدي الكرام من قناه غداتي كل يوم، كنحييكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده. اليوم داير واحد الطواجين ديال اللوبيا خضراء وفيه واحد لاستيس اللي كتجيبها زوينه بزاف. عندنا هاد الحيمه الزيت البلديه اللي الزيت كل واحد يدير على داكشي اللي عنده بلدي ولا الاخر غير بحال بحال. عندي البصله، عندي اللوبيا مطيشه والثومه والمعدنوس، الثومه والمعدنوس هادو هما لاستيس ديال هاد اللوبيا باش تجي زوينه. ها الثومه والمعدنوس ومطيشه، غادي تشوفوني كيفاش غادي نصاوبها. دابا الحيمه درت لها العطريه غير البزار والخرقوم والملح باش تعطي هذيك الكو ديال اللوبيا، غير البزار كنديرو. دابا غادي تقلى لي الحيمه وندير البصله، تقلى معاها بصله محكوكه تقلى معاها، وديك مطيشه غادي نديرها فوق اللوبيا. الحين هي تقلت وغادي ندير البصله، دابا البصله هي تقلت غادي ندير لها الماء، غادي ندير الماء. غادي نخلي اللحم يطيب غير واحد الشويه، ما غاديش نخليه يطيب كما كنديروه مع البطاطا ولا الخضر اللوبيا، تاخذ شويه ديال الوقت. غادي نخليه يطيب نص طيبه، ندير نصور ندير اللوبيا. دابا اللحم ها هي دخلها الطياب، غادي نديرو اللوبيا. غادي نفلو شويه لاصوص ونكبو على هاد اللوبيا، من تكون طيب نبقاو نفلو لاصوص ونكبو عليها هاديك المريقه ونكبو عليها من هنا من الفوق باش تجينا كلها بنينه. لاصوص ديالها دابا هادي مطيشه هاكا، الغمده ديال الطماطيش مطيشه، غنديرها في الكوكوط ندير لها هكا مطيشه. هذه هي لاستيوس ديالها تاع اللوبيا باش تجي زوينه، ما نديروش الكمون، اللوبيا ما يجيش فيها الكمون، اللوبيا البزار. دابا غادي نزيدو الثومه والمعدنوس، هذه هي لاستيوس ديالها باش كتجي زوينه اللوبيا. هذه الثومه والمعدنوس والبزار، غادي ندير لها البزار من الفوق. ملي تكون طيب دابا ملي راه في الطاجين، ملي تكون طيب
نسقيوها من فوق بهذه المريقه اللي كتكون طافيه تطهبط اللوبيا، وملي تكون في الكوكوط راح ندير لها الكاس ديال الماء ديالها، ما عندنا ما نسقيوها لا والو، ندير لها الثومه والمعدنوس هي لاستيس، مطيشه الثومه والمعدنوس هي لاستيس. دابا غادي نزيد لها شويه البزار، البزار ضروري، الثومه والمعدنوس الا بغيتو تجيكم مطيشه، هادي باش تجيكم اللوبيا زوينه بزاف. الا جربتوها ديروا لي في لي كومونتير بلي راه حنا جربناها وراه جاتنا زوينه اللوبيا. صابش ليضة عندي هنايا الخس، مطيشة، تفاح، كيعجبني هاد لاصالاد حلوة ومالحة. غادي نزيد لها لافوكا ونزيد لها طريفات ديال البصلة رقيقين. كنديرو دوك هاد الطريفات ديال التفاح نديرهم رقيقين بزاف، كيجيو زوينين مع الشلاضة، التفاح، الليمون، الاناناس، كلشي هادشي كيجي زوين مع العنب. كتكون لاصوص ديال الشلاضة زوينة، تاكلو الشلاضة بواحد غير هاد المواد هكا بسيطين، ملي تكون لاصوص زوينة كتجي لاصالاد زوينة بزاف. ان شاء الله تجربوها نتوما فرحانين، هادشي اللي كنعرفو كنوريه لكم. نزيد لها طريفات ديال لافوكا باش يجيونا اللوينات، حتى لافوكا منديروش غليظة بزاف. دابا غادي نزيدو لها بصيلة، هادي هي الشلاضة ديالنا ديال اليوم، غادي ندير لها واحد لاصوص زوينة باش تجينا الشلاضة بنينة وزوينة. غادي نزيد لها شوية فرماج إيمولتاني.